ولنقاش ملف الأوضاع الاقتصادية في العراق تحت ضغط جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري. أهلا بكم سيدي. يا أهلا وسهلا ومرحبا عزيزتي. مع تفشي فيروس كورونا وما خلفه من آثار اقتصادية، وضعت الحكومات في العالم أجمع تدابير لمواجهة هذه الأزمة. كيف يمكن تقييم التدابير التي وضعها العراق لمواجهة أزمة مضاعفة الوباء وانهيار أسعار النفط أيضا؟ عزيزتي، بالنسبة للعراق أزمة كورونا كانت خارجية وليست داخلية، ولذلك المسألة العراق المسألة الاقتصادية هو مرتبط بالخارج، وليس محاربة الكورونا في العراق ماشية بشكل اعتيادي، ولكنها لم تؤثر على مجريات الحياة الاقتصادية بشكل كبير. التأثيرات على الحياة الاقتصادية في العالم أجمع، وأثرت أزمة كورونا على العراق من ناحية تخفيض أسعار النفط. المشكلة الأساسية أنه لحد الآن لا الحكومة ولا البرلمان لديهم الحلول الجذرية لمعالجة النقص في الأموال والأزمة المالية. هناك حل واحد فقط من الممكن التخلص من هذا، وهو تقليل النفقات التشغيلية إلى درجة كبيرة جدا. نحن في غرفة الإنعاش ويجب اتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال. من غير المعقول أن تبقى الدرجات العليا بهذه الرواتب الضخمة، ومن غير المعقول أن تزداد النفقات التشغيلية إلى هذا الحد الكبير. نعم. عدد الموظفين في العراق ارتفع بحدود أقل من 4 أضعاف من عام 2004 لحد 2020، بالوقت اللي ارتفعت الرواتب بحدود 36 ضعف، أكثر من 36 ضعف. عدد الموظفين الذين دون الدرجة الرابعة، من الدرجة الرابعة فما دون، هم بحدود 1,700,000. عدد الموظفين الرسميين اللي موجودين في الموازنة هو 3,154,000. ولذلك المسألة اللي مطروحة أنه هاي 500 أو 600 موظف، 600,000 الدرجات العليا، هم الذين يأخذون الحصة الأكبر من الرواتب والمخصصات والامتيازات. ولذلك بدون العمل على تخفيض هذه الرواتب وإلى درجة كبيرة جدا، فأعتقد أن الأزمة المالية لن تنتهي. إضافة إلى ذلك، هناك التعدد الرواتب والفضائيين، يجب بشكل من الأشكال يجب القضاء عليهم، وهذه ممكن أن توفر بين يعني الإجراء تخفيض الرواتب والقضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب، ستوفر بحدود 25 إلى 30 تريليون دينار. هذا معناه زيادة في الإيرادات إلى لهذا الحد. ولذلك المسألة اللي مطروحة أن الإدارة المالية للحكومة كما هو الحال في الحكومات السابقة تقابل عليها ضغوطات كبيرة جدا، و بحجة وبالتستر وراء رواتب الموظفين، ولكنهم لم يعملوا على التفرقة بين رواتب موظفي الدولة الصغار من الدرجة الثالثة أو الرابعة فما دون، وبين الدرجات العليا. ما تقصدونه من التخفيض يشمل الدرجات العليا فقط؟ فقط الدرجات العليا، وبالعكس الدرجات الدنيا يجب إعادة النظر في إعفائهم من بعض القضايا وزيادة الموارد من أجل المحافظة على الطلب الداخلي في العراق. مصطفى الكاظمي طرح ورقة بيضاء إصلاحية اقتصادية، ما حجم الأضرار التي يمكن لهذه الورقة أن تتجنبها، والحلول التي يمكن أن تخرج العراق من هذه الأزمة المالية؟ عزيزتي، هناك كثير من التناقضات في الورقة البيضاء. بمجملها هي تهدف إلى إصلاح، عملية إصلاح جذري في العراق، لكن رغم الخلافات اللي موجودة في موضوع الأطروحات اللي موجودة
في الورقة، إلا أنها طرحت مسألة مهمة جدا وهي تقليل النفقات التشغيلية، وأول هذه النفقات هو تخفيض سلم تخفيض الرواتب وإعادة هيكلة الرواتب وتخفيضها من 25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي. طبعا هذا تغليف غير صحيح من الناحية الاقتصادية، وإنما المقصود به هو تخفيض 50% من الرواتب. هذا معناه فقط تخفيض 50% بدون القضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب، هذا وحده راح يوفر 25 تريليون دينار إذا ما تم تطبيقه، وهذا لا يحتاج إلى قانون من البرلمان أو إلى تشريع من البرلمان من أجل الموافقة عليه، لأنه بمجرد أخذ يعني إلغاء جميع المخصصات والامتيازات التي لم تصدر بقانون والحكومة تستطيع أن تلغي هذا الموضوع، هذا ممكن أن يوفر بحدود 18 تريليون دينار. كيف ستنعكس هذه الأزمة على ميزانية 2021 التي لم تقترح بعد؟ عزيزتي، احنا دائما ندخل في دوامة هذا الموضوع، أقرت الموازنة، رفعت الموازنة، لم تقر الموازنة، خفضوا فلان شيء. المسألة الأساسية هي ليس إقرار الموازنة، المسألة الأساسية هي محتوى الموازنة. هل تستطيع موازنة 2021 من تخفيض النفقات التشغيلية والتخفيف من حدة الأزمة المالية أم لا تستطيع؟ أنا لا يهمني إقرارها وعدم إقرارها إذا كانت سيئة أو غير جيدة، المهم أن تكون وتعمل من أجل تخفيض النفقات التشغيلية والتخلص من موضوع الأزمة المالية اللي موجودة وتحريك الاقتصاد والتأكيد على موضوع التنمية الاقتصادية، القطاعين العام والخاص والمختلط. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.